مرحبا بك في مدينه اكادير. شكرا لك كثير صراحه باش نوحوا معنا هذه الممثله. انا غني على التعليق صراحه، انه شرف مع الحضور ديالو على هذا التكريم يستحقه، ماشي مجامله وانما بالعطاءات ديالو، وانه كرس حياته للفن، وانه اعطى صوره الجاليه توثيق للتكريم الخاص بالفنان المغربي هشام الدهلوي. سعيد بالرجوع لمدينة أكادير مرة أخرى كمكرم في مهرجان تشيرا الدولي للفيلم القصير، للسينما الفيلم القصير، صنف الأفلام القصيرة في هذه الدورة الخامسة. سعيد باكتشاف هذا المهرجان لأول مرة، وإن شاء الله تعالى مبشر خير أنه تشكيلة من أفلام دولية بحضور صانعيها. نتمنى الله أننا نكون يعني بالفيلم ديالنا ميلوديا المورفين نكون إن شاء الله فاتحة خير، بما أنه يكون في افتتاح ولو أنه طويل. يعني بمناسبة تكريمي، وهذا أشكر عليه اللجنة أو مكتب المهرجان، فإن شاء الله تعالى اجتهاد كبير جدا لاعضاء المكتب كي تكون هذه الدوره ناجحه، وان شاء الله تعالى مبشرات كثيره.